وجودكم هذه الاحتفاليات المهمة جدا. كيف ما كتعرفوا نحن الآن نحتفل بذكرى مسيرة الخضراء، هذه الفكرة العبقرية من ملك عبقري المرحوم الحسن الثاني رحمه الله. وبالطبع في إطار هذه الاحتفاليات والفكرة النبيلة للمسيرة الخضراء كاينة مسيرة أخرى، مسيرة تنموية، مسيرة اجتماعية، مسيرة كذلك اقتصادية التي يقودها جلالة الملك نصره الله الملك محمد السادس حفظه الله. وفي هذا الإطار بالطبع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجهة اليوم توقع اتفاقية مهمة جدا اللي فيها تقريبا 320 مليون ديال الدرهم، وكتهم أساسا الدفاع على الهوية المغربية. وهنا كنتكلم على الترميم ديال المآثر التاريخية والتعريف بالتراث اللامادي الحساني، كذلك مجموعة ديال المفهوم ديال التنشيط ديال الأماكن الشبابية والثقافية. نعم كاين هناك أماكن في إطار المشروع الملكي الكبير، ولكن حان الوقت باش يكون هناك كذلك تفعيل ديال هاد الأماكن ويكون هناك تنشيط حولهم. وهناك تكلموا على مجموعة ديال التكوينات، مجموعة ديال الأنشطة اللي غتكون وراء هاد يعني في هاد الأماكن. وثالثا وأخيرا يعني كذلك مجموعة ديال الأماكن الجديدة اللي في إطار يعني التنمية اللي تكلمنا عليها والذي يقودها سيدنا الله ينصرو. إذا هادو المسيرتين كيتلاقاو اليوم وهما يتكاملان. مسيرة أولا مسيرة الحرية، مسيرة الشرعية، يعني المسيرة اللي يقوم عليها جدودنا، واليوم مسيرة جديدة يقوم بها يترأسها جلالة الملك الله ينصرو، والتي بالطبع كنحاولوا نفعلوها في إطار هذه الشراكة مع الجهة. شكرا. بعد المسيرة قضية شفت واحد القاسم مشترك بيناتنا وبين الجزائر في يعني الأمور الثقافية وهذه الأمور، وكنشوفوا حنا كاين سرقة ديال التراث ديالنا. كاين هناك دفاع مستمر على الهوية المغربية، دفاع مستمر. هنا كاين هنا محاولة القرصنة لمجموعة ديال يعني ديال المآثر التاريخية أو حتى ديال الهوية المغربية. هذا الدفاع كنحاولوا نفعلوه أولا وطنيا بالتعريف ديال يعني التراث اللامادي المغربي، وحتى في إطار يعني وجودنا في مجموعة ديال المؤسسات الدولية. نتكلم على اليونيسكو، كنتكلم على اليسيسكو، يعني مؤخرا حاولنا نناقشوا كذلك مع الأولمبيك اللي هي في جنيف اللي هي كتحمي يعني أو مازال ما انخرطات في الحماية ديال التراث اللامادي. وهناك فكرة باش يكون هناك يعني مجال لهذا للحماية على التراث اللامادي، خاصة أن مجموعة ديال الدول حاضرة في هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة دولية، وكنعتبروا بأنها غتزيد تساعدنا باش المجال القانوني يعني يحمي هذه الهوية المغربية والتراث اللامادي المغربي. شكرا.